السلام عليكم. اليوم عنا فكرتين كتير مهمين. الفكرة التانية للناس يلي ما بتتابع للنهاية، رح نعمل زيت الليمون المهم كتير للسعال الحاد. اليوم رح أعلمكم طريقة عملانه، كتير من الناس ما بيعرفوا يعملوه. اليوم رح أعلمكم إياه بدقيقتين مش أكتر، بتقدروا تعملوا زيت الليمون. الفكرة الأولى اللي بدنا نعملها هي فكرة للناس اللي عم بتعاني من الأنفلونزا القوية، اللي عندهم كحة قوية، عندهم سعال حاد، عندهم بلغم على صدرهم، مش قادرين يحكوا الصوت رايح بالمرة. اعملوا هيدي الطريقة، أنا عملتها واستفدت كتير بسبب طبعا ليمون الحامض. اليوم رح نعملها بفكرة كتير مهمة. بس بداية أحبائي، إذا أول مرة بتشوفوني وحبيتوا هيدا المحتوى وحابين يوصلكم كل جديد وكل الأفكار اللي أنا بنزلها، ما عليكم إلا تشتركوا بالقناة. بسرعة انزلوا لتحت لأسفل الفيديو، بصوا اشتراك، فعلوا الجرس، وأهم شيء تكبسوا على كلمة الكل. بهذه الطريقة بتكونوا انضميتوا لعائلتنا الكبيرة، ويا أهلا وسهلا فيكم. بداية أحبائي، رح أخذ هيدي الليمونة أو ليمونة الحامض أو الحامضة مثل ما شايفين، ورح نشقها أو رح نقصها. جبت السكينة، قصينا هيدي من تحت كرمال نقدر نوقفها، شفتوا كيف؟ وراح جيب السكينة وقصها من هون بهيدي الطريقة لليمونة الحامض أو الحامضة، شفتوا؟ وبدي قص كمان الثمرة من جوا، بس مش كلياتها، بدي أترك فيها شوي لأنه بدي طبعا استخدمهم، أنا بحاجة إنه يضل عندي ثمرة من الداخل. فضيناها مثل ما شايفين بس مش كلها، وهلأ مباشرة رح انتقل فيها على النار. بدي حطها على النار لأقدر اسحب الزيت الموجود داخل القشور. رح حط اول شيء زيت زيتون. طبعا نحنا بواسطة الحرق مثل ما قلت لكم رح يطلع عندي رح تطلع عندي مادة من داخل القشور يلي هي الزيت. هون رح نزل شوي صغيرة من زيت الزيتون البكر مثل ما شايفين، شوي صغيرة. كمان رح نزل عندي هون زنجبيل، هيدا زنجبيل ني مطحون جديد مثل ما شايفين. كمان رح نزل، هلأ بحال ما في عندكم الزنجبيل الني فيكن تحطوا الزنجبيل اللي بيجي ناشف. كمان رح ننزل بهيدا الشكل، رح نزل بعد شوي هيدي الطريقة. كمان نحن هون مستمرين أحبائي مثل ما شايفين طبعا ندور النار بس مخففيتها، شفتوا كيف؟ عندي هون كمان ينسون مطحون، هيدا اليانسون بيجي مطحون، كمان رح نزلهم هيدا الشكل هيدي الطريقة، شفتوا كيف؟ بلشت تطلع رائحة جميلة جدا أحبائي، كتير حلوة هالريحة صراحة اللي عم تطلع. كمان رح نزل العسل، وأكيد بلش عندي يغلو من الداخل. ما تخافوا، حتقولوا لي شو عم تعملي؟ أنا عم بعمل طريقة رهيبة للأنفلونزا للقضاء سريعا على الانفلونزا يلي هلا عم بتصيب العالم. طريقة رهيبة احبي، انا جربتها الي ولعائلتي واستفدنا منها كتير كتير كتير. حطينا كل هيدي المواد المهمة مثل ما شايفين بانتظار انه يغلو. طبعا احنا بعد ما خلصنا بعد عندي خطوة تانية. لاحظوا شو صار عندي مثل ما شايفين. رح اقدم الكاميرا وفرجيكم القشور شو عم بيصير فيها. شوفوا هون عند القشر، شفتوا هيدا القشر؟ بس القشر الخارجية هي اللي عم تحترق، بس من الداخل بعدها بتجنن ما بيها شيء احبائي. نحنا بدنا نوصل لمرحلة انه نستخرج الزيوت الموجودة داخل القشور. اذا منتبهين لاحظوا هيدي الميلة، شفتوا هاي الميلة؟ بلشوا عندي من الداخل يعطوا فقيعات، هيدا دليل انه بلشوا عندي يغلوا من الداخل.
هلأ بتقولوا لي طب كان فينا نعصر حامض ونعمله مثلا بكوب على جنب او بسخانه على جنب. لا، انا بدي اعملهم بقلب ليونه الحامض لاحصل على الزيت يلي بده يطلع من قشور الحامض يختلط كله مع بعض لاحصل على نتيجه مهمه كثير. انا طبعا عملت هيدي التجربه قبل بسنه ويعني نالت نجاح كتير كبير وكتير ناس استفادوا، كرمالك حبيت ارجع اقوم بهيدي التجربة بهيدا الوقت. عندي هون مثل ما شايفين كوب دافي من الكمون، حطيت كمون انا طحنيتن عايدي، مش جايبيتن ناعمين، كانوا خشنين وانا طحنتن عايدي. فهون الليمونة الحامض رح شيلها واعصرها هي والمواد اللي انا عملتها على النار هيدا الشكل، مع زيت الزيتون مع العسل مع الزنجبيل مثل ما شايفين بهيدي الطريقة، هي لأنها بعدها سخنة. طبعا نقدر نستخدمها، هي بردت، بنقدر نستخدمها 3 مرات. يعني هلا أنا عصرتها مرة، في بعد استخدمها مرتين لأنه بعد بيكون بقلبها مي. طيب هلا الخطوة اللي بعدها شو بدي أعمل؟ بدي أجيب أكيد هلا كله هيدا بيتنظف، بدنا نجيب عسل. أهم شيء بهيدي الوصفة العسل، هنجيب العسل. اوعوا اذا كنتوا عندكم انفلونزا اوعوا تستخدموا السكر، السكر اصلا مضر على كل الاحوال يعني، فاستخدموا العسل، عسل طبيعي هيدا الشكل. طيب كل قد ايه بنقدر نستعملها؟ بنقدر نستعملها كل يوم اذا بدكم، كل يوم، كل ما تحسوا حالكم متضايقين كتير استعملوها لانه صدقوني كتير مهمة. هيدي بالنسبة لأول وصفة. الوصفة الثانية اللي بدي أعلمكم على زيت الليمون دقايق وبتتعلموها كتير سهلة، شوفوا كيف رح أعملها. عندي هون ليمون حامض أنا غسلتها كتير منيح، رح شقفها مع بذرة مع كل شيء هيدي الطريقة، وبزغرها كرمال بدي أحط هلأ فوقها زيت زيتون هيدا الشكل. وأهم شيء زيت الزيتون إنه يعبي كل الليمون الحامض اللي عندي، يعني ممنوع يضل الليمون الحامض ظاهر برات زيت الزيتون. عندي هون زيت الزيتون، بسم الله، هيدا الشكل، شفتوا كيف؟ بهيدي الطريقة منغطيهم ومنتركهم لمدة 15 يوم بمنطقة مظلمة بمكان كتير عتم، وبعد 15 يوم بنقدر بكل بساطة نشيل زيت ونشرب الزيت على الريق يوميا، رح تتغيروا كليا. واذا كان عندكم اي مشاكل صحية بصدركم كلياتها حتروح. انا طبعا عاملة دايما بعمل زيت الليمون بزيت الزيتون البكر على طول بيكون موجود، بس بدي فرجيكم عن الليمون الحامض كيف عندي شكله، شفتوا كيف شكله؟ هيكو هاي كمان بيكون هيك شكله وقت طبعا بعد 15 يوم، شفتوا بكون شكله؟ فليكو حتى الزيت كيف بيكون؟ بيكون مشبع بالليمون، شفتوا؟ ملعقة واحدة كل يوم على الريق، أو كل ما تحسوا إنه صدركم في هيك تعبان، في بلغم، على الريق، غير شكل أحبائي. إن شاء الله يا رب تكون اليوم الأفكار حبيتوا، أفكار مهمة بامتياز، إن شاء الله يا رب تعجبكم الأفكار، ما تخلوا الأفكار عندكم، أكيد ابعتوها لأصحابكم للكل يستفيد. أنا هلأ بدي ودعكم إلى اللقاء.